بسم الله الرحمن الرحيم. قد من روحك؟ نسكن اسمي ناصر من مدينة ولاد عطية، خالق ب 4/12/82 بالقل إلياس كيكدا الجزائر. أنت مواطن جزائري؟ مواطن جزائري. مرحبا بك مسيو. أنت عندك مشكلة، لو كان تحكي لنا مشكلتك شنية؟ مشكلة هي جيت من مدينة ولاد عطية تابعة لولاية كيكدا الجزائر، باللي خرجوني تربيت يتيم 8 سنين في عمري، ومن بعد أمي طلقت في 91 وأبي طلق أمي، والمرأة الأولى ماتت في السبعينات وما نعرفهاش مرت أبي. كي عاود زواج أبي وخلقوا عندها 5 أولاد، مرت أبي من الجبال تاعنا تاع القل طردتني من الدار وتحموا فيها وخرجوني من 7 محلات تجارية ولا 8 محلات. ومن بعد مرت بعد بصدري كانت أمرت أبي طيشني في الواحد في البرد والثلج وما تمدليش تسمى مرت بوكا عمت معك الخايب. كانت تضربني وتسمى وتعاملني مليح وضرتني وحتى المعاملة تعاديني بالمكروه في الأكل وفي كلش. ومن بعد قداش عمرك وقت اللي خرجت معناها وقت اللي طردوا؟ 8 سنين. 8 سنين. ومن بعد عشت في الدار. كي فوت 8 سنين بديت نخرج، ما كي كبر شويه بديت نخرج، بات مع اصحابي، بيت رحت تما البايس اللي قراب لي القل وسكيك، ورحت عند خوالي زرت هكذا. بصح بيت مع اغلبيه مع اصحابي، رحت العاصمه رحت معناها من 8 سنين بعد ما خرج ما خرجتك مرتبوك. كل مرة بديتنا كل مرة تعيش في بلاصة، كل مرة في بلاصة. ومن بعد ماكش مستقر في حتى بلاصة؟ استقر بحتى بلاصة نستقر فيها باش نقرا شهادة ولا نعاود نقرا البكالوريا، عندي مستوى ثالث ثانوي وكملت بالمراسلة، وصلت للتاسعة تما قريت في الثامنة تما زوج خطرات عاود وتاسعة. ومن بعد الله المستعان بعد ما فهمتش قدر ربي عاود في التاسعة، وما قريتش 10 سنين خلاف باش ودي بلا مشيت شغل، مشيت بزاف ورحت العاصمه ورحت السكيك داعن ورحت المطير باش نحط بلاصه. توا في تفاصيل المشكله اللي بعدها خدمت انت؟ خدمت وايامات هكذا صار لك حادث شغل في الخدمه؟ خدمت اعمال شاقه، اعمال اغلبيه اعمال شاقه. شنو هي الاعمال الشاقه؟ ترفد تقل على ظهرك كما ود جمله غروسيست، وكاين سمي لي في الشنطيه شركه تركيه سوريه خدمت وطيحت على دماغي ووليت ما نقدرش نخدم طلعوني. يعني خدمت في شانتي هكا؟ سقطت من 23 نوفمبر 2016. صار لك حادث؟ حادث طحت من طابق عالي من شركه من شانتي عمارات 1500 سكن بيستيف، طحت من طابق عالي. شنو صار؟ صار لي تفك دماغي وظهري ورجلي ويدي، ومن بعد جاتني تسمى الاسعاف تاعهم وسيارات الاسعاف تاع المستشفى بيستيف عالجت؟ عالجت لاباس توا؟ الحمد لله. بصح مازال يستر الوجع يعني نعالج. مازلت في العلاج؟ مازلت في العلاج نعم. مازلت صرات لي ميكروب في المسالك البوليه وعندي ظهري انا، قال لي الواحد لارني ديسكال وروماتيزي والتهاب في رجلي، وزاد الحاله على صدري لازم بروشاتي. لطف عليك وان شاء الله لاباس. نعم. من بعدها خدمت والا صاي ما عشناش؟ ما زيدش خدمت من نهار صارت لي ضربه، ما زيدش خدمت. كيفاش تعيش؟ من شنيا تعيش؟ بعد الناس يعاونوني كل خطره يعاونوني في الجزائر والعاصمه ولا في سكيكدا ولا في العباد قاعدين يعاونوني. كيما لقيتش نقول لهم يعاونوني تسمى يشوفوا لي بلاصه نستقر فيها عمل صالح خفيف ومكان نستقر فيه، وحتى يوقفوا معي باش الحلوى يشكيوا معي باش يسترجعوا لي غرفتنا محل تجاري في المركز. خديت تعويض والا لا؟ خديت تعويض 33 مليون وعالجت بهم في عام ونص 2019، مدوا لي من 2016 ل 2019 مدوا لي راتب شهري، راتب قيمه تاع تريزول مد لي 33 مليون بدرام تاع الجزائر. شنو عملت بهم؟ عالجت بهم وعاونت بهم روحي، كسيت بهم روحي ومن عاونت بهم وعاونت بهم امي واختي واخي. امي مطلقه تسمى كان مع راجلها مات، كان يخدم في فرنسا ومن بعد مات المانيا، فرنسا والمانيا ومن بعد مات. كي مات ابي قدر الله ما شفاه على بعد وزاد مات راجل امي، ما زادوا طردوها ولاد راجل البايب امي طردوه، حبوا يطردوها من المنزل وعندها غرفه ونص رابت عليها الدار قديمه تاع فرنسا تاع بكري.
وضربت شري ما عندهاش راتب شهري تسلك في شهريه قيمه 3 ملايين بالك ولا 3 ملايين 8 ملايين الله اعلم. وجاتها دفعه درك ما نعبيش حالها تخلص ومرضت عندها تما لا طونسيون سكر الخلعه امي هذه واختي بعد مرضت عندي اختي يعني انت في الجزائر غازيكا ما لقيتش خدمه؟ ما لقيتش مشيت انا قلت نتمنى نستقر هنا في تونس ولا ايه هذيك. علاش انت قررت انك تجيب حوايجك وتجي لتونس؟ جيب عندي حقيبه خلاف كبيره وعندي وكاين حقيبه خليتهم خلاف في مدينه سكيكدا عند اخوه خباوها لي وعيت في مدينه سكيكدا رمضان كامل. ما انت جيت لتونس على اساس انك باش تلقى خدمه؟ نوع عمل عندي رقم الضمان 80% امراض مزمنه وعندي بطاقه تاع امراض مزمنه نخلص راتب تاعي 300,000 نحوس على عمل نستقر فيه. تستقر في تونس؟ اي في تونس ونحوس على بلاصه نستقر فيها حتى نعيش هنا حتى من يفرج ربي تسمى حتى باي حاجه سواء الجزائر ما لقيتش خدمه؟ ما لقيتش شيء ما لقيتش. سعيت دورت 58 ولايه وسعيت. شو عندك ملي جيت لتونس؟ عندي باليوم الثاني هذا اليوم الثالث. هذا سعيد؟ اي تسمى بيت يومين برك. وين بقيت البارح؟ في فرنسا بيتوني صرفوني مع من تونس معاونوني اخوه من عنابه وجيت في سياره ومن بعد قالوا لي بيت في نزل الكبير نزل فرنسا ب 135 دينار تونسي ومن بعد البارح خلصوا لي المال لقاتني واحده طفله واحد المركز عالجوني من عندهم نتاع التدليك وتاع تاع لاني ديسكار وتاع الجلد ومن بعد قالوا لي تسمى كان واحد الطفله عاونتني زاد عاونتني ب 20 دينار جزائري تونسي ومن بعد بقاو لي شويه مال هكا من تاع الجزائر عاونوني بهم في عنابه وسكيكدا. انت توا ما عادش عندك فلوس؟ ما عنديش فلوس هي ماذا بيا نشوف لي. انت توا تحب شكون يعاونك؟ اي نحب شكون اللي يعاوني ويعاونني بعمل صح نستقر. يعاونك بعمل وتحب تستقر في تونس؟ نستقر وحتى في كل شيء نستقر حتى من فرج ربي الظروف تاعي عندي. يعاونك حتى باش تعالج خاطر انت مازال. اي وكل شيء باش نعالج نتمنى وحده ولا واحد يعاونوني سواء سواء اللي عندهم مال ولا اللي عندهم جمعيه ولا اللي تسمى تعاوني. انت اليوم تطلب يد المساعده؟ نطلب يد المساعده من الوانسه والجزائريين وكل على بعض في العرب والمسلمين وماذا بيا يعاونوني في اقرب وقت مضطر باش نعالج وباش نستقر وباش نبحث على استقرار يحفي هنا في تونس ولا في الجزائر ولا في مكان. نجم تخلي تخلينا النومرو نتاعك الرقم نتاعك عندي او هنا في الحمل يعني يا اخي من الناس نطلب يد المساعده عندي سي في في دي ابحث انا عمل عمل صالح مع اقامه صالحه وراتب شهري ينفعني ومدى بيا نلقى اللي يعاوني في اقرب وقت وعندي رقم الهاتف تاعي تاع الجزائر 06 96 62